المواطن الكويتي جاسم الفيتشاوي ومفقود في المملكة العربية السعودية منذ موسم حج هذا العام، ولحد الآن لا توجد أي أخبار عن أبو فواز سيد جاسم الفيتشاوي. عندنا مداخلة الآن مع الأستاذة خيال الإبراهيم زوجة المواطن أبو فواز جاسم الفيتشاوي. خلينا نعرف الأحداث اللي صارت وآخر الأخبار حتى نتابع هذه القضية، ويكون هناك أيضا متابعة من وزارة الخارجية وعلى رأسهم الشيخ صباح الخالد. أم فواز مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، حياك الله أخوي محمد. الله يسلمك يطول بعمرك. أم فواز، آخر الأخبار، شو اللي صار مع أبو فواز؟ إحنا كنا نتابع بس قلنا يمكن يرجع بعد موسم الحج، بس شو اللي صار في آخر موقف معك، وش اللي تعاون وزارة الخارجية ومع المملكة العربية السعودية على موضوع أبو فواز؟ والله أخوي محمد، يعني كان آخر اتصال ما بيننا وما بين أبو فواز كان هو يوم الوقفة، وقفة عرفات. يوم وقفة عرفة. يوم وقفة عرفات، وكان على أساس أنه خلال النفرة أنهم رايحين مزدلفة تعب شوي مع أصحابه اللي كانوا متواجدين معاه، فطلب من عندهم أنه ينحط على الويلتشير يعني ويندز لمسافة اللي راح يقطعونها حق مزدلفة. هذا من رواية أحد أصحاب اللي كانوا معاه، يقول تم قعدنا على الكرسي وفي واحد كان يدز من هذيل العمالة، قد يكون يمني قد يكون سعود الجنسية الله العالم. فكان قدامهم يقول لحد فترة معينة كان يمشي قدامنا، فإحنا في بإمكاننا أن إحنا نشوفه. يقول لكن بعد فترة بدأ يقيب عن ناظرنا، ما قمنا نميزه من كثر الزحمة، بالإضافة لأن حضرتك عارف أن اللي يمشي على ريل غير اللي يندس في الويلتشير، فراح يكون أسرع. صحيح. فهم على أساس أنهم راح يتواعدون في مكان ما في مزدلفة. للأسف تم وصولهم إلى هذا المكان، لكن للأسف أبو فواز ما تم العثور عليه في هذا المكان اللي هم متواعدين فيه. من هذه اللحظة أخوي محمد تم فقده. زين. علشان كذي يعني احتمال وارد وكبير انه ما يكون من تدافع منه، لان انا زوجي فقد من مزدلفه. ممكن قعدوا الصبح على اساس انه ممكن يشوفونه، لكن هم ما لقوا الريال. زين. علشان كذي ام فواز هو رايح مع حمله ولا مثل ما نعرف رايح؟ لا والله للاسف ان مجموعه شباب مثل ما انت عارف حمله على الرصيف، طالعين مجموعه من الشباب ودخلوا المملكة العربية السعودية، ولكن يعني هم لما دخلوا من الطائف يعني بصورة رسمية، يعني دخلوا بصورة رسمية من الطائف، لكن هناك تفرقوا كمجاميع. زين أم فواز، ربع اللي وياه ما راحوا زاروا المستشفيات، ما بلغوا المملكة يعني الداخلية هناك بالسعودية، دوروا عليه؟ والله أخوي محمد في البداية أول يوم العيد كان عندهم أمل، أول يوم العيد اللي هو طبعا يوم التدافع اللي في منها، هم مصلين الفجر في مزدلفة ورايحين المرجم وراجمين، فهم على وعد أنهم احتمال يلقونه عند السوبر اللي هم متواعدين أنهم بعد ما يخلصون يعني الرجمة الأولى أنهم ممكن يتواعدون، فهم رجعوا ما شافوا. متى بلغوا؟ لأن احنا في بعض من يعني بعد أهلنا رايحين معاه، فدقوا عليه ما اتصلوا في اتصلوا فيهم يبلغونهم ان ترى ابو فواز الحين صار في حاله فقد، يعني انه تم النهار كله مو موجود. زين. فلما كلموهم هني بدوا يتحركون اللي هم المجموعه الثانيه، ما بلغوا السلطات للاسف. انه شنو اللي صار؟ اللي صار انه بلغونا احنا اهله في الكويت. يعني ربعه ما بلغوا المملكه العربيه الداخليه في السعوديه؟ لا لا، ما بلغوا المملكه العربيه السعوديه، لكن بلغونا احنا ان ترى الوضع كذي، ان الريال منفقد، احنا ترى لحد الحين ما اثرنا عليه. زين. احنا بدورنا هني بدينا نكلم السفاره الكويتيه في السعوديه على اساس ان ترى الوضع كذي وكذي. بدا الشيخ سامر جزاه الله خير يتحرك مع القنصليه هناك انهم يتحركون، لكن المشكله اخوي محمد انه ما كان في مجال انك تدخل، ما كانوا يعطونك مجال تدخل المستشفيات. صح. تعاين المرضى بعينك، كانت كل العمليه انها شاشات تلفزيون وتعرض مجموعه من صور المصابين داخل هذه المستشفيات، لكن حضرتك عارف ان المصاب كان عظيم وفاجئه خلال منه. صحيح. ممكن الريال حاشته ضربة شمس دخل، ولكن ما تم تسجيله كون انه يمكن يكون فاقد الوعي.
ممكن الريال دخل ولكن ما سجلهم من كثرة المصابين اللي صار في تدافع منه، فانوخذ من ضمنهم داخل. المشكلة أن حتى لما راحوا أهلهم من هنا من الكويت وراحوا السعودية ما كان في تصريح أنهم يسمح لهم دخول الأجنحة، كان ممنوع، مجرد أصور تنعرض على الشاشات ويمرون مرور الكرام عليهم هم يشوفونها. أنا ناشدت سفيرنا الشيخ ثامر، قلت له أنا أطلب من حضرتك أنه يكون في ترخيص يطلع لهم هم أهله يدخلون على الأجنحة وبناء عليها يشوفون كل مريض. ما في مشكلة، ترى هو مواطن واحد كويتي راح يبين. صح. زين الحين ما حد راح، يعني بكل امانه مفوز، ما حد راح المستشفيات هذه يدور على راحوا اخوه وراح نسيبه ودخلوا المستشفيات كلها، بس هذا كان مت اخوي محمد، كان هذا ثاني يوم العيد وانت عارف شنو كان الوضع ثاني زين. يوم العيد بعد العيد ما حد راح ثاني مره؟ بعد العيد انا اقول لك، لان هم لما خذوا اسبوع من بعد العيد موجودين هناك قالوا انسب شيء ان ناخذ عينه الدي ان اي من اخوه على اساس انه نطابق، قد يكون وان شاء الله مو فاله يا رب ان شاء الله يا رب، قد يكون من احد يعني المصابين في تدافع منه والمتوفين الله لا يقولها، فعن طريق عينه الدي ان اي راح يصير البحث عنه اسهل. هذا الحكي اخوي محمد من 10 ايام ان وخذت العينه مالت الدي ان اي، فقالوا لهم ردوا الكويت على اساس ان القعد ما منها فائده. رجعوا الكويت، لكن انت متخيل الحين 15 يوم تم اخذ العينه مالت الدي ان اي وما توصلوا الى الان الى اي شيء، ولما تقول لي عينه الدي ان اي بعد تبي تاخذ لها حروه العشر ايام لقدام او الشهر، شنو الحاله النفسيه اللي احنا فيها اخوي محمد؟ شنو الوضع النفسي والقلق النفسي؟ الله يعينك والله. ما انتوا هلا يعني، وزين يعني الحين ما حد موجود من اهله في السعوديه يدورون المستشفيات؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله بيرجعون مره ثانيه، كون ان الحين طلع في تصريح، انا طالبت الشيخ ثامر قلت له ضروري انه يكون في تصريح اللي يدخل مو القنصل هو اللي يروح يشوف المرضى، لان القنصل مو مستحيل يتعرف على شكل انسان. اهله طبعا اي، لانه خلال شهر اخوي محمد متخيل انسان تعبان ممكن يكون على أجهزة، ممكن فاقد وعي، ممكن صحيح. يكون شنو بيكون شكله؟ هل أنا أقدر أمسك صورة وأعاين المرضى اللي موجودين داخله وإذا ما كان من أهله راح يتعرف عليه؟ مستحيل. وأنا أظن يعني حتى المستشفيات سواء في مكة أو في جدة ممكن أحد يدش المستشفى ويدور بين يعني بين الموجودين من المرضى يعني ما. كانوا رافضين انك تدخل داخل الأجنحة انت كأخو. ماني عارف ليش، يعني ليش المنع هذا؟ يعني المنع ان حجتهم ان في اعداد مهوله وفي خوفهم من امراض أيه. امراض معديه، وهذا مع انه ما كان في امراض معديه ولا كان في حالات يعني نقول مثل الاوبئه علشان واحد يخاف، لكن الحين تو طلع لنا الترخيص انه ممكن اخوه او نسيبه او احد من عائلته يدخل الاجنحه ويرجعون يلفون اللفه هذه اللي لفت في بدايه الموسم، يعني في بدايه الازمه، الحين راح يرجعون مرة ثانية على المستشفيات نفس الشيء، يعيدون الكرة، لكن ما يخالف على الأقل الواحد يشوف بعينه. صحيح. يعني فواز يعني الأسبوع الجاي هل إن شاء الله رايحين المملكة العربية السعودية يدورون داخل المستشفيات بإذن الله؟ بإذن الله إن شاء الله يوم الأحد راح يروحون، وأنا يا ليت تكون يعني الإعلام أخوي محمد إحنا وياك فواز الإعلام، مو بس الكويت أخوي محمد، أنا الإعلام الكويتي على عيني وعلى راسي، لكن أنا أطمح أن يكون في إعلام خارجي في المملكة العربية السعودية. البرنامج مشاهد في السعودية، واليوم راح نسوي مناشدة لكل أهل مكة وجدة، إن شاء الله يساعدون الشيخ فواز. أتمنى أخوي محمد، لأن ترى مواطن واحد كويتي فقط هو اللي مفقود خلال الموسم الحج هذا، يعني هذه ترى ما هي صعبة أني أنا أدخل على المستشفيات كلها وأسوي جلد، قد تكون مستشفى نعم. خاص أخوي محمد، قد صحيح. تكون مستوصفات صغيرة، عارف صورتك السعودية مو مثل الكويت، هني أنا صحيح. محكور عندي المستشفيات معروفة، لكن هناك يعني على قولتهم قارة. صحيح. شلون تعاون وزارة الخارجية معاكم فواز؟ متابعين وياكم؟ للأمانة ما قصروا، للأمانة ما قصروا كل السبل، حتى لما راح أخو وراح نسيبه استقبلوهم وحطوا لهم سيارة خاصة توديهم وتجيبهم من الصبح لحد الليل، لكن أنا احتياجي الحين أن تكون يعني بدل ما أنا أطلع مثلا من الصبح للساعة 5 العصر ولا للساعة 11، لا
احتاج 24 ساعه. نعم. لان الحين الوقت احنا اذا كنت انا قبل في مجال اني انتظر خلال اسبوع، لكن الحين بيكمل شهر، شهر مو شويه اخوي محمد. والله ما الله يعينكم يعني، ما الله يعينكم. انت عارف مصيره، الله يعينكم. عارف مصيره ما بين الاحياء ولا اسم العلة توصل يا رب. ان شاء الله يكون يرجع لكم شاف ان شاء الله، وتقر عينكم ان شاء الله يا رب. آمين. يا رب العالمين. ام فواز احنا متابعين وياك، راح نودي راح نوجه مناشده للاخوان في المملكه العربيه السعوديه، واتمنى يكون هناك تواصل معك باكر الاسبوع الجاي اساس انه يكون هناك متابعه اعلاميه حول هذه القضيه. حاضر حاضر حاضر، واحنا وياك تسلمين. تسلمين وان شاء الله ان شاء الله يعني اهل الخير كلهم، اتمنى يعني مو يعني ابو فواز جاسم الفلشاوي هو مو يعني رب اسره فقط، لكن هو ابن الديره. نعم. هو المفروض ان الحين احنا نبحث عن مواطن، عن ادمي، عن روح. لما اليوم قامت تفرق معانا اخوي محمد. صحيح. لو كانت في البدايه اقول احتمال بعد اسبوع اسبوعين، لكن انت الحين شايف حضرتك شلون الوقت قاعد يمشي وما في اي شيء، ما زين ولا بارقه اهل. ام فواز ام فواز اللي كان يدزه ويساعده ما تعرفتوا عليه؟ منو ربعه ما اشتبهوا فيه؟ ما عندهم معلومات عنه؟ ابدا. انا كل اللي عرفت من ربعه انه كان يمكن صبي في عمر 16 سنه. تشوفهم انت اخوي محمد هذول نفسهم اللي في الحرم يدزون، يكون يمني لكنته سعوديه، ما يعرفون يعني شنو هو بالضبط. صحيح. وانا للامانه حتى السفير السعودي هني في السفاره السعوديه رحت له وقابلته، وكل الامانه بكل رحابه صدر قابلني وقال اللي تبينه احنا مستعدين. مو انا اللي ابي، انا ابي هم يتحركون، كون انه مواطن يهم الديره كلها، مو يهم بس اسرته. يعني هذه روح لما تصير تتكاثف الجهود وتتكاثف الايدي اخوي محمد، الايد الواحده ما تصفد، اسرته بروحها ما راح تقدر. احنا وياك ام فواز، بس يا ليت فريق الاعداد ينسق معك صوره خاصه لا تكون واضحه يوميا، حنودي نعرضها إذا في إمكانية الآن تبعثينها لنا نعرضها، وإن شاء الله كل يوم حنودي نوجه مناشدة لإخواننا في المملكة العربية السعودية. بإذن الله شاكرت لك. لا يبا احنا في خدمتك، ويا ليت الأسبوع الجاي يكون أيضا متابعة وياك أم فواز، وإن شاء الله خلال وإن شاء الله يا رب الليلة باكر إن شاء الله تسمعين الخبر الزين. البرنامج يقول إن شاء الله يا رب يكون لقاء إنه يكون ان شاء الله، وان شاء الله ويكون معانا هنا ويسولف ان شاء الله، وتقر عينكم ان شاء الله ويفرحكم فيه ان شاء الله بوجوده وحضوره يا رب العالمين. والله ولا تنسين الدعاء، اهم شيء الدعاء يا ام فواز. ان شاء الله ان شاء الله. الف شكر لكم. حياك استاذ خيال، حياك ام فواز، طول عمرك. حياك الله. يا هلا فيك. يا ليت اخواننا فريق الاعداد يجهزون صوره للمفقود نعرضها يوميا من خلال البرنامج. اوجه مناشده الى الشعب السعودي في مكه المكرمه وفي جده، المواطن الكويتي جاسم الفيشاوي مفقود من موسم الحج، أتمنى تساعدونه، وإن شاء الله بعد قليل إذا كان هناك الصورة راح نعرضها. كل من لديه معلومة حول المواطن الكويتي جاسم الفيشاوي يبعثها لنا. ياريت المخرج يعطينا رقم التليفون، رقم التواصل مع المشاهدين الكرام على 50419993 أو من خلال تويتر أو الانستغرام الظاهر قدامكم. تبعثونا يا جماعة، أبي فزعتكم يا أهل السعودية، يا أبي فزعتكم يا أهل مكة الطيبين، يا أهل جدة، من لديه معلومة عن المواطن الكويتي جاسم الفيشاوي يا ليت في إمكانية أن يصور هذا المريض أو هذا المفقود ويبعث لنا أي معلومة، أي معلومة يستدل عليها، تبعثونا على 50419993 أو من خلال تويتر وإنستغرام. وطلبتها منكم يا أهل مكة ويا أهل جدة ويا أهل المملكة العربية السعودية، أهل الخير والطيب والفزعة، نبي فزعتكم معانا حتى يعني تزال هذه الغمة عن أهل الطيبين اللي ينتظرونه. وأطالب على رأسهم وزير الخارجية الشيخ صباح الخالب، نبي فزعة أيضا، نبي تسهيلات، نبي أوجه النداء إلى القيادة في المملكة العربية السعودية أيضا، فزعتكم للمواطن الكويتي الأستاذ جاسم الفيشاوي. يا ليت الأخت تبعث لنا مفواز صورة له ونعرضها. يا أهل مكة، يا أهل جدة، يا أهل السعودية، نبي فزعتكم. شكرا لكم.